السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء من قناة الشروق، نستهلها بالعناوين. البرهان يجدد التزام القوات المسلحة بواجبها المقدس في حماية الوطن والمواطن بعيدا عن القبلية والجهوية. السودان يجدد حرصه على التعاون الأممي لتعزيز أنشطة وبرامج التنمية الاجتماعية. منظمة يونيسف تتعهد بدعم برامج الصحة والتعليم والمياه وحماية الأطفال بجنوب كردفان. أهلا بكم مشاهدينا. دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي العقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان الطلاب المقبولين بالكلية الحربية والكليتين الجوية والبحرية للتجرد والتخلي عن كافة الانتماءات القبلية والجهوية والانتماء فقط للوطن تحت لواء القوات المسلحة. وأشار البرهان إلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد أدعى للتمسك بالوطنية وقيمها النبيلة دون الالتفات لأي دعوات أخرى، مجددا التزام القوات المسلحة بواجبها المقدس في حماية الوطن والدفاع عن أراضيه ومواطنيه بتجرد ونكران ذات. تقدر الإشارة إلى أن الطلاب المقبولين في الدفعات 67 كلية حربية والحادية والعشرين جوية والرابعة والعشرين بحرية هم المجموعة الأكبر التي يتم قبولها بهذه الكليات بنظام دبلوم العلوم العسكرية لمدة عامين، وتعد هذه الدفعات إضافة حقيقية للقوات المسلحة في المرحلة الحالية. من الليلة كل زول خد وينسى أنه هو من شمالية ومن دارفور وجعلي، هو حوطاي، هو مهداي، هو نوباوي، هو زغاوي، ما في ثاني. دي كلها ما عندنا في الجيش. نحن حاجة واحدة عندنا، بمعنى كلنا السودان والبوحدنا كلنا اللبس اللابسين والانتماء المنتمي له ده. القوات المسلحة هي شرف، هي عز، هي فخار للسودان. القوات المسلحة دافعت عن الحق ودافعت عن كلمة الحق ودافعت عن البلد، وحظل طالما فيها ناس لابسين الكاكي ده حظل تدافع عن الحق وتدافع عن البلد وتدافع عن السودان. القوات المسلحة هي صمام الأمان لهذا البلد، وهي القادرة أن تحميه وتقوده وتحفظه وتصونه. القوات المسلحة قوات وطنية، قوات هي حامية لهذا البلد وحامية لأمنه لشعبه لمواطنينه وحامية لحدوده. أوضح مدير إعلام رئاسة الجمهورية الطاهر أبو هاجة في تصريحات صحفية عقب عودة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بعد زيارة رسمية إلى روسيا وأذربيجان أن قمة أفريقيا وروسيا ركزت على قضايا التعاون الأفريقي الروسي، وشملت إمكانيات التعاون بين أفريقيا وروسيا في الجوانب الاقتصادية وأفاق التعاون الأفريقي الروسي في المجالات السياسية. قمة روسيا أفريقيا ناقشت في مداولاتها موضوعين مهمين، الموضوع الأول كان هو الموضوع الاقتصادي، تحدث عن آفاق التعاون بين روسيا ودول أفريقيا عامة، وأيضا في هذه القمة قدم السيد الرئيس خطابا ضافيا شرح فيه الواقع السوداني وآفاق التعاون مع دولة روسيا، ودعا فيه إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الملف الاقتصادي كان حافلا بكثير من الرؤى والأفكار التي تدعو إلى تطوير الاقتصاد الأفريقي بصورة عامة، وبالتركيز أيضا على تطوير الاقتصاد السوداني. إلى ذلك أوضح أبو هاجة أن البرهان التقى على هامش قمة دول عدم الانحياز التي انعقدت في باكو الأذرية رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيسي الجزائر وباكستان، كما التقى الجالية السودانية حيث قدم شرحا عن التغيير الذي جرى بالبلاد مؤخرا واستمع إلى قضايا الجالية بأذربيجان. قمة دول عدم الانحياز فقد حضرها حوالي 160 دولة. في هذه القمة أيضا قدم السيد الرئيس خطاب ضافي شرح فيه التغيير الذي حدث في السودان، وأوضح فيه أن هذا التغيير هو عبارة عن تلاحم ما بين العسكريين والمدنيين لتهيئة الظروف في السودان لمستقبل واعد للتحول بما يحقق التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
جدد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حرص السوداني على تعزيز آفاق التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، مشيدا بدعم المنظمة الدولية لكل أنشطة وبرامج الحكومة في مجال التنمية الاجتماعية بالبلاد. وجاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، التي أوضحت في تصريحات صحفية أن اللقاء تطرق لأولويات الحكومة المدنية الانتقالية وعلى رأسها إيقاف الحرب وتحقيق السلام بالبلاد، مؤكدة دعم المنظمة الدولية لهذه الأولويات، وأضافت أنها ستنقل هذه المؤشرات الإيجابية التي تبعث بها الحكومة الانتقالية للمجتمع الدولي. وقالت أمينة محمد إن زيارتها للسودان ستستغرق يومين، تلتقي خلالها مسؤولين حكوميين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني، مبينة أنها ستقوم بزيارة إلى دارفور للوقوف على مجمل الأوضاع هناك. عقدت المديرة التنفيذية لمنظمة يونيسف هنريتا فور بمدينة كادوغلي حاضرة جنوب كردفان اجتماعا مشتركا مع حكومة الولاية، وقال الوالي إن الاجتماع ناقش قضايا التعليم والصحة والمياه والإعاقة وحماية الأطفال، وأوضح أن اليونيسف قطعت وعدا لدعم تلك القضايا في وقت تشهد فيه الولاية سلاما واستقرارا تامين، وأضاف أن الوقت الآن هو المناسب لتقوم اليونيسف بدورها كاملا تجاه المواطنين في دعم السلام والاستقرار. ونحن حقيقة نعتقد أنه ده الوقت المناسب اللي يمكن منظمة اليونيسف أن تؤدي الدور الكبير والمهم في هذه المرحلة اللي هي مرحلة السلام الآتي بإذن الله تعالى، وهم وعدونا المديرة وعدتنا بخير أنه وسألتنا بعض الأسئلة المهمة جدا، أنه هنالك بعض المدارس فيها قوات نظامية فيها قوات مسلحة، فنحن أكدنا لها أنه كل هذه المدارس خالية لظرف ما، صح كان في قوات مسلحة لكن الآن خالية تماما. من جهتها أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة يونيسف هنريتا فور استمرار الشراكة الفاعلة مع حكومة جنوب كردفان ودعم قضايا الصحة والتعليم وغيرها من القضايا التي تؤرق إنسان الولاية، وعبرت عن شكرها للحكومة لطرحها بشفافية موضوع المدارس التي تم فتحها وعودة طلابها إلى الدراسة مؤخرا بعد أن كانت مقرا للقوات المسلحة سابقا، معربة عن أملها في أن يتحقق السلام الشامل لتفتح المدارس أبوابها التي أغلقت بسبب الحرب. نشكركم شكر جزيل الأخ الوالي، حدثتونا أن هنالك مدرسة كانت مستخدمة بواسطة القوات المسلحة وتم فتح هذه المدرسة الآن على أساس الأطفال يتم استخدامها. أيضا أن هنالك عدد من المدارس أغلقت بسبب الحرب، نتمنى أن مع السلام القادم أن هذه المدارس يتم فتحها. أكد مدير دائرة العمليات بالدعم السريع عثمان حامد أهمية الدور الذي تطلع به القوات النظامية في مكافحة ومحاربة المخدرات، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع تلعب دورا مهما في هذا الشأن، وذلك بحكم وجودها على الحدود ومناطق التهريب. وقال إن المخدرات هي إحدى أساليب وأسلحة الحرب التي تستخدمها بعض الجهات لتفكيك المجتمعات المحافظة، ودعا بمنبر سونا الذي نظمته منظمة بيتمكل المنظمات والجمعيات والمؤسسات ذات الصلة العمل بروح الفريق الواحد للقضاء على المخدرات. شهد نائب رئيس أركان القوات البرية للتدريب الفريق الركن عبدالله البشير أحمد الصادق احتفال مركز دراسات السلام بتخريج دورة تخطيط المهام المشتركة لمنسوبي قوات شرق أفريقيا إيساف التي انطلقت بالخرطوم منتصف الشهر. ولدى مخاطبته الاحتفال جدد التزام السودان بالمساهمة في إنجاح كافة أنشطة الآلية خاصة في مجال التدريب، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تطوير العلاقات الثنائية والأدوار المتبادلة بين الدول الأعضاء في مواجهة الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار في القارة والإقليم. يشار إلى أن الدورة تضمت ممثلين من دول شرق أفريقيا شملت كلا من أثيوبيا، الصومال، كينيا، رواندا، بوروندي، يوغندا، سيشل، جزر القمر، ودارسين من السودان.
رحبت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي انتصار صغيرون بكافة أوجه التعاون العلمي والبحثي المثمر بين السودان وتركيا، وأشادت بثنائية العلاقة المتميزة بين جامعات البلدين، مؤكدة حرصها على دعمها في الفترة القادمة حتى تبلغ غاياتها المنشودة. جاء ذلك لدى لقائها السفير التركي لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو، الذي أشاد بروح التعاون العلمي المشترك بين مؤسسات التعليم العالي، والتي جاءت نتائجه من خلال الملتقيات التي جمعت بين عدد من الجامعات السودانية والتركية، مؤكدا على حرص دولته تذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض مسيرة وحركة الأنشطة العلمية. ورحب في حديثه بمشروع الجامعة السودانية التركية العالمية المشتركة، والتي تمثل نتاجا لتلك الجهود والاتفاقيات التي أبرمت هذا. وأمنت وزيرة التعليم العالي على دعم فرص التدريب والتأهيل في مجال الدراسات العليا الهندسية والتطبيقية وبرامج التدريب المهني والتقني والتكنولوجي وفرص البحوث المشتركة والاستفادة منها لصالح الدولتين. أكدت حكومة غرب كردفان جاهزية جامعات الولاية لاستئناف العام الدراسي وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء القومي. وقال والي غرب كردفان عبد الله محمد عبد الله خلال اجتماعه مع مديري جامعتي السلام وغرب كردفان إن الاجتماع أمن على ضرورة تهيئة البيئة الجامعية وتوفير المعينات اللازمة لاستقرار الدراسة بالكليات المختلفة، مشيرا إلى أن الاجتماع أمن على ضرورة تبصير الطلاب بأهمية الاستقرار الجامعي والتعامل بحسم مع ملف العنف الطلابي بالجامعات. أمن الاجتماع على ضرورة رفع الشعارات التي تؤدي إلى الاستقرار في هذه الجامعات والتعامل بالقانون والحسم لتفويت الفرصة على كل من يريد أن يعني يخلق جو غير معافى للاستقرار الأكاديمي في هذه الجامعات. أمن الاجتماع أيضا على ضرورة توجيه كافة الأحزاب السياسية التي ينضوي تحت بعض الطلاب بضرورة تبصير هؤلاء الطلاب بأهمية الاستقرار في البيئة الجامعية للتحصيل الأكاديمي. أيضا أمن الاجتماع على ضرورة هنالك مقترح بضرورة زيادة الدعم لكفالة الطلاب من الإخوة في صندوق الدعم الطلاب. وفي السياق قال مدير جامعة السلام بغرب كردفان أحمد عثمان إن الجامعة ستفتح أبوابها لطلاب مجمعي الفولة وبابنوسة في 3 نوفمبر المقبل، بينما يستقبل مجمع لقاوة والمجلد الطلاب في 17 من ذات الشهر، مؤكدا عزم الجامعة على تذليل كافة العقبات التي تعترض الدراسة. تم اليوم اجتماع مثمر مع اللجنة الأمنية برئاسة الأخ الوالي والأجهزة الأمنية الأخرى ذات الصلة، وتداولنا نقاش مثمر حول فتح والترتيبات لفتح الجامعة. إن شاء الله سوف تفتح الجامعة 3/11 بالنسبة لمجمع الفولة ومجمع بابونوسة امتحانات الأصل وامتحانات الملاحق وبدائل. أما مجمعي بابونوسة ومجمع لقاوة كلية الآداب ومجمع بابونوس المجلد يضم كليتي الطب والهندسة النصف، إن شاء الله تفتح الدراسة وتستمر الدراسة ابتداء من 17/11. أبدت مجموعة المبادرات النسائية لبرنامج الاكتشاف المبكر لأورام الثدي وعنق الرحم قلقا من مؤشرات تفشي سرطان الثدي وسط النساء في السودان. وقالت عضو المجموعة وصال عز الدين للشروق في سياق الحملات التي نفذتها المبادرة ضمن الفعالية العالمية لتكثيف بتوعية بالمرض خلال شهر أكتوبر بمنطقة الزيدة بالدامر في ولاية نهر النيل، إن سرطان الثدي يشكل نسبة عالية من بين أنواع السرطان التي تصيب النساء في السودان، والتي وصلت نسبتها 35% مقابل 15% لسرطان عنق الرحم. وشددت وصال عز الدين على ضرورة عدم اقتصار حملات تكثيف التوعية بالمرض على شهر أكتوبر فقط، وطالبت منظمات المجتمع المدني بإسناد جهود مجموعة المبادرات النسائية الهادفة لاستمرار الحملات بالتوعية والكشف المبكر على مدار العام.
احنا قلقين لانه سرطان الثدي بيشكل النسبه العاليه جدا في السرطانات لدى النساء، يعني احنا بنقول انه سرطان الثدي بيشكل 35% من السرطانات لدى النساء و15% رحم، لو قلنا 15 على 35 بتبقى 50%، اذا انا 50% عندي نسبه من النساء المصابات دي مشكله حقيقيه في المجتمع النسوي، فبالتالي انا بكون قلقه جدا تجاه القصه دي، عشان كده انا بكون حريصه انه كل النساء تكون في مرحله بتاعت التوعيه في الكشف، في المرحله بتاعت انه هي ان كيس انها عندها كتله تكتشفها في المرحله الاولى عشان نتجنب مشاكل الازاله. المطلوب انه نحن اول حاجه التوعيه تكون مستمره طيله العام، ودي يعني ممكن تكون متوفره عندنا نحن كمنظمه مبادرات، لانه الحاجه الملاحظه بالذات تحديدا في سرطان الثدي التوعيه تكون في اطار شهر اكتوبر فقط. إلى ذلك طالبت منسقة مجموعة المبادرات النسائية لبرنامج الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم سمية صالح كاشف، طالبت وزارة الصحة الاتحادية بتأسيس مراكز تشخيصية وعلاجية لأمراض الثدي بالولايات وبكفاءة عالية لضمان توفر الخدمة العاجلة المطلوبة، علاوة على تخفيف الضغط المتزايد على مراكز تقديم الخدمة بالخرطوم. أي حالة مشتبه فيها بضطر أقول لا تعالي الخرطوم، ويمكن دي تكون خلاص هي وقفت هنا، يعني أنا لما أقول لها تعالي الخرطوم احتمال كبير في عدد كبير نحن المشاكل اللي عارفينها يعني صعوبة الوصول لمناطق الخدمة، فنحن بنتمنى وبما أنه نحن الآن بنشهد عهد جديد ونحن بنعلم جيدا حجم التحديات اللي بتمر بها الواقع على الحكومة، ولكن نتمنى في المستقبل أنه كل ولاية يكون فيها مركز تشخيصي للكشف المبكر لأورام الثدي، يكون فيها مركز للعلاج، يكون فيها مكان لتلقي الخدمة. وقف ولي شمال كردفان الصادق الطيب عبد الله على الاستعدادات الجارية لافتتاح مستشفى الأبيض للإصابات والطوارئ، واطمأن على عمليات تركيب الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة التي تم استجلابها من وزارة الصحة الاتحادية، كما استمع لتنوير من ممثلي وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية لاختيارهم 4 ولايات بالسودان لإقامة مستشفيات للإصابات والطوارئ وفق النهج العالمي الحديث في مجال فرز الحالات والإصابات. وقالت المديرة العامة لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بشمال كردفان آمال خليل إن الولاية عملت على تدريب الكوادر بدعم من منظمة الصحة العالمية على كيفية تشغيل المستشفى بطريقة المثلى، خاصة وأنه يعمل على النسق العالمي، علاوة على توفير الأكسجين من قبل وزارة الصحة الاتحادية. هيتدرب على نظام بتاع فرز الحالات، هيتدرب على نظام إدارة الطوارئ في حالات الكوارث. الحمد لله يمكن احنا الامكانيات الموجوده في القسم بتاع الطوارئ والاصابات بمستشفى الابيض معد اعداد كامل جدا لنظام بتاع فرز الحالات، ونحن ان شاء الله شغالين على انه التشغيل يكون بالنظام العالمي بتاع فرز الحالات، واتفقنا مع الاخ الوالي في انه اي شيء ناقص الصحه الاتحاديه، وشاكرين لوزير الصحه الاتحادي اللي هو دكتور اكرم التزم لنا بتوفير الاكسجين المركزي الطالبين ونحن للطوارئ والإصابات. الحمد لله برضو تم توقيع العقد على تكملة الطابق الأول والطابق الثاني. من جانبها أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن توفير الكادر المتخصص بالإضافة إلى المعينات اللازمة لتكملة النقص بأقسام المستشفى. وقال مدير إدارة الطب العلاجي بالوزارة إن مستشفى الأبيض للإصابات والطوارئ يعد الأكبر من نوعه في السودان من حيث السعة والمعدات الطبية، وقد أعد بحيث يخدم ولايات كردفان ودارفور. مستشفى بتاع طوارئ يمكن في الخرطوم ما في، يعني حتى الأجهزة دي كلها طبعا جابتها وزارة الصحة الاتحادية، اللي هو الدور بتاع ناس WHO ومنظمة الصحة العالمية، هم بيساعدوا فينا في التريننج وفي اللعب بالنسبة للإصطافة اللي ماشي. فأنا برضو زي ما حسي قلت للسيد الوالي، يعني بقدر ما نحن هو فرنا الأجهزة ولسه علينا شيء في أنه نوفر الكوادر، فيها جزء يعني مسؤولية ولائية وفيها جزء مسؤولية اتحادية. الغرض اللي احنا حسي جينا هنا في الولاية على أساس أنه يدعم التدريب لكل الاصطاف اللي حيشتغل في الطوارئ. أطلقت المبادرة المجتمعية التنموية السودانية حزمة من المشروعات والبرامج التي من شأنها دفع وترقية المجتمعات السودانية وبث الوعي والإحاطة بمآلات القضايا الوطنية،
وقال عضو المبادرة عمر بشير الكنزي لدى ترشين أعمال المبادرة بالولايات الشمالية إنها تعنى بالمساهمة في تنمية المجتمع وإشراكه بالتفاعل المباشر في معالجة القضايا الملحة والحساسة التي تعنى بمستقبل البلاد ونهضتها واستقرارها. هذه المبادرة كمساهمة فعالة للمشاركة الإيجابية للمجتمع، وخاصة ونحن نشهد تحولات كبيرة تتطلب أن الكل يمد يد العون والمساعدة والإسهام الفاعل والموجب. هذه المبادرة تشمل قضايا كبيرة، هذه القضايا تحتاج مننا كلنا التضافر وننتخب لها من المشاريع ومن المستهدفين ما يمكن ويعزز فرص النهوض والتنمية بالنسبة للإنسان. إلى ذلك دعا راعي المبادرة الشيخ الطيب برير لتسخير الجهود المجتمعية من أجل التعريف بمكونات الوطن إلى جانب استغلال التنوع الموجود وتوجيهه لصالح الوطن والمواطن دون حجر على أحد، وأضاف برير أنه لا بد من إفشاء روح السلام والمحبة لمزيد من العمل والإنتاج. حجة بموروثاتنا وعاداتنا وتقاليدنا لأهلنا في كل ولايات السودان عشان نحيي فيها روح المحبة والعدالة والسلام، قصدنا خدمة الإنسان السوداني في كل محلياته، الإنسان البسيط المعد للتعامل مع الآخرين اللي انهكته الظروف الاقتصادية اللي انهكته مشاكل الحياة. الفكر السوداني مأخوذ من المجتمع السوداني نفسه بعاداته وبتقاليده، نحن بنحاول نأصل للفكر السوداني المتعايش مع الجميع، الفكر فيه السلام اللي بيحتوي كل المشاكل السودانية. فرؤيتنا في أنه ننمي الشباب ونوجههم للمرحلة الجاية.